تقسيم الحرم الإبراهيمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا أردت أن تعرف نياتهم ستراها هنا في بيت أبي الأنبياء جلية. تسلل واحتلال فاعتداءات، مجازر وتهجير قسري، ثم تقسيم باسم الدين. بني الحرم الإبراهيمي فوق مغارة مدفون فيها نبي الله إبراهيم وزوجته سارة وولدهما إسحاق وابنه يعقوب. وتذكر بعض الروايات أن يوسف والأصباط وآدم وسام ونوح مدفونون فيها كذلك. ويقع في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، يحيط بالمسجد السور السليماني، وداخله مصلى القاعة الإسحاقية، ووسطه الحضرة الإبراهيمية، وتقع على حجرتين تضمان قبوراً رمزية للنبي إبراهيم وزوجته سارة. وشمال المسجد يوجد مصلى اليعقوبية، ويضم الحرم الغار الشريف أعلى قبر إبراهيم ومصلى الجاولية، وله ثلاثة أبواب، وخارج سوره غرباً يقع مقام نبي الله يوسف. ارتبط الحرم الإبراهيمي بالأديان السماوية الثلاث، فيعد ثاني مقصد إسلامي في فلسطين بعد المسجد الأقصى، وتقدسه الديانة اليهودية للاعتقاد بأن النبي إبراهيم هو الأب الأكبر للسلالة العبرانية، فضلاً عن قدسيته في الديانة المسيحية. في يونيو من عام 1967 وقعت الخليل تحت الاحتلال وخضعت لإدارة حاكم عسكري إسرائيلي، وهاجم المستوطنون السكان الفلسطينيين وقتلوهم وطردوهم من أراضيهم، وأنشأوا خمس مستوطنات في المدينة. بدأت القوات الإسرائيلية والمستوطنون سلسلة اعتداءاتهم على الحرم الإبراهيمي بهدف تحويله إلى معبد يهودي. فدخلوا ومعهم كبير الحاخامات شلومو جورين الحرم، ورفعوا العلم الإسرائيلي على مئذنته، وسمح وزير الدفاع موشي ديان لليهود بالصلاة داخله. في 25 من فبراير من عام 1994 نفذ باروخ جولدشتاين مجزرة وحشية بالقاعة الإسحاقية، فأطلق الرصاص على مئات المصلين الفلسطينيين، فاستشهد 29 منهم وأصيب أكثر من 100 آخرين. عقب المجزرة تشكلت لجنة برئاسة مأير شمجار قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، وأوصت بتقسيم الحرم الإبراهيمي وفصل اليهود عن المسلمين. أسندت مراقبة الوضع في مدينة الخليل لمنظمة الوجود الدولي المؤقت TIPH بمراقبين دوليين. بدأ الفصل العنصري في الحرم الإبراهيمي، فوضع الاحتلال قواطع حديدية وأبواباً متحركة من شباك السيدة سارة إلى الباب السليماني، وقاطعاً حديدياً في قلب القاعة اليوسفية. وخارج الحرم وضعت بوابة حديدية ضخمة للشارع الرئيسي المؤدي إليه قبل البوابة الرئيسية،
منع الفلسطينيون من دخولها، كما ركب الاحتلال بوابات خارجية للحرم من جهة الجولية وأبواباً إلكترونية وغرفاً للجنود بالقرب من مقام سيدنا يوسف. ثم وضع الاحتلال 4 أبواب إلكترونية في ساحة زاوية الأشراف المؤدية إلى المسجد، و3 أبواب إلكترونية في مسجد العنبر، و4 أبواب في ساحة المسجد من جهة الباب الجديد. في عام 1995 أغلق الحاكم العسكري الإسرائيلي الحرم لتدريب جيش الاحتلال داخله، وفي عام 1998 أعيد تشكيل منظمة الوجود الدولي المؤقت في الخليل التي انتقدت الحواجز المقامة بوجه الفلسطينيين ممن يريدون الصلاة في الحرم الإبراهيمي ومنع رفع الأذان وإقامة الصلاة. في 21 من فبراير من عام 2010 حاولت إسرائيل ضم الحرم الإبراهيمي إلى قائمة التراث اليهودي، مما أثار احتجاجات الأمم المتحدة والحكومات العربية. وصوتت منظمة اليونسكو في أكتوبر من العام ذاته باعتبار المسجد الإبراهيمي جزءاً أصيلاً من التراث الفلسطيني. According to Article 11 of the Convention, inscribe Hebron al-Khalil Old City on the World Heritage List in danger and publicize it immediately. Majority required 10. Votes for yes, 12. أنهى بنيامين نتنياهو في عام 2019 مهمة منظمة الوجود الدولي المؤقت في الخليل، وتصاعدت حدة الاعتداءات على الحرم ما بين تمزيق المصاحف وضرب سدنة الحرم والمصلين ووضع مواد كاوية في مياه الوضوء وإطلاق الرصاص على المصلين وإدخال الكلاب الحرم وإقامة حفلات رقص وحمل المستوطنين السلاح داخله. تشير الإحصائيات إلى أن الاعتداءات بلغت 1231 اعتداء منذ بدء الاحتلال وحتى نهاية عام 2013، معظمها بأيادي المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال، إضافة إلى اعتداءات خطيرة تتعلق بتغييرات جوهرية في وضع المسجد بغرض تهويده. يأبى أبو الأنبياء حتماً ما يفعله بعض الأحفاد بتقسيمهم الجائر للمكان والزمان في حرمه ليحرموا الفلسطينيين من حقهم في العبادة. وهي المخططات ذاتها التي تحاك بلا انقطاع للمسجد الأقصى نفسه.